تريزيجيه وهو بيلعب مكانك في التوقيت ده كان هو سبب عجل برحيلك؟ اه تريزيجيه كان لسه طالع وكان لسه ولد صغير، وانا يعني كنت بلعب بشكل اساسي، فالكابتن حسام بدري حطه في مكاني، ومن خلال المباراه الوديه في المعسكر، فعارف حسيت بقى اللي خلاص السنه هتفضل على طول كده وانا مش بشارك في المباراه الوديه، فواضح اللي هو كان يعتمد عليه اعتماد كلي. اتكلمت مع كابتن سيد، والكابتن سيد راح قال للكابتن حسام، فلقيت اللي انا مش في دماغه. كان مين افضل، انت ولا تريزيجيه في التوقيت؟ تريزيجيه كان لسه طالع ولد صغير، فهو كان عايز يركبه عليا، كان دايما بيلعبه وعايز يديله الثقه لسه، ولسه عايز يخليه عارف، كان لسه طالع معانا مسافر لسه ما حدش عارفه، ولد طالع من الناشئين، فكنت مستني اللي الكابتن حسام يعني يعاملني احسن من كده او يتمسك بيا احسن من كده، حتى لو مش هتلاعبني. انت حاسس دلوقتي اللي هو ظلمك؟ ظلمني طبعا، وانا ما كنتش عايز امشي من النادي الاهلي، بس انا كان غصب عني كنت انا عايز العب، عشان انا مش بحب دايما ان انا ابقى موظف. يعني انا ما بحبش دور الموظف، فمشيت عشان العب. رحت الحدود وجبت جون في الاهلي. رحت حرس الحدود على طول، ومع اول مباراه للنادي الاهلي مع الكابتن حسام بدري رحت جايب هدف، بس ما رضيتش احتفل طبعا عشان النادي الاهلي. يعني شفت فيه كل حاجه حلوه. قابلت كابتن حسام من خلال الماتش؟ قابلته، كان واقف. قال لك حاجه؟ لا خالص. وانت ما قلتلوش حاجه؟ لا لا خالص خالص، مفيش اي حاجه خالص. لغايه دلوقتي علاقتك وحشه بيه؟ لا لا خالص، مفيش اي حاجه، هي كانت وجهه نظره وانا بحترمها وبكن له كل الاحترام طبعا الكابتن حسام، ومفيش اي حاجه خالص، دي كانت وجهه نظر، بس انا كان فعلا ما كانش نفسي ان انا امشي يعني من النادي الاهلي، كان نفسي ان انا اكمل، بس هو لما لقيته اللي انا مش في دماغه. هو الواضح ان انت يعني اسمه حسام بالنسبه لك مشكله. ليه يعني؟ كابتن حسام حسن كان ماسك المصري وما رضاش يضمك. دي حقيقه. كنت انا عايز اروح، السبب اللي انا كان يعني بعد ما مشيت من النادي الاهلي كنت عايز اروح النادي المصري عشان اكمل مسيره ابويا الله يرحمه. والناس هناك في بورسعيد، ويمكن انت كويس ان انت فتحت الموضوع ده، كانوا فاكرين اللي انا اللي مش عايز العب في النادي المصري. ولما كنت بسافر بورسعيد دايما الناس كانوا بيبقوا زعلانين مني، انت مش عايز تيجي. ابوك علامه من علامات نادي طبعا المصر. وانا كان نفسي ان انا اكمل مسيرته، وهو كان نفسه في يوم من الايام ان انا لما امشي من النادي الاهلي البس تيشيرت النادي المصري. لكن لقيت او بعض الناس هناك يعني عرفت بعد كده ان الكابتن حسام حسن هو اللي رفض اللي هو يضمني. يعني انت دمعتك قريبه؟ لا لا يعني بس مش على طول يعني. مش على طول. والدك لما توفى في ناس اتخلت عنك؟ لا اعتقد كل الناس كانت معايا وكل الناس كلمتني ومفيش اي حاجه، بس هي كانت صدمه بالنسبه لي بس وفاته يعني. الله يرحمه. الله يرحمه. انت زعلته كتير؟ عمري ما زعلت.